دكتور، ليش الناس تحارب وتنتقد الإنسان الناجح؟ سؤال مهم جداً وجبت وسيلة توضيح وياي. هذا ملح، بس ملح صحي، مو هذا ملح الطعام الغير صحي. الملح ينطي طعم للأكل صح؟ والنجاح هو ملح، يعني أنت الأكل بدون ملح فاهي وماسخ وما بيطعم، وكذلك الحياة بدون نجاح فاهية وماسخة وبدون طعم. طيب إذا كان النجاح هو ملح يعطي طعم للحياة، وإحنا نجحنا، نجحتي أنت في مشروع عاطفي، فتنثرين هذا النجاح، ناجحة في علاقة عاطفية، ناجحة في زواج، في تربية أولاد، في عمل، في وظيفة، في دراسة، في كسب مادي، في شهرة، تنثرين هذا النجاح بين القرايب والأهل والأصدقاء وبالسوشيال ميديا، الكل بدأ يعرف أنه حنين نجحت، لأن ملح نجاحها أنطى طعم لحياة من حولها. طيب وين المشكلة؟ توجد ناس مجروحة، عندها جراح نفسية، جراح عاطفية، فاشلة في علاقة زوجية، فاشلة في تربية أولادها، عندها فشل دراسي، عندها فشل مادي، فشل في وظيفة، فشل فكري، تحرش، تنمر. الفشل هو جرح عند الإنسان، والجرح المفتوح من يوقع عليه الملح شي يصير بيه؟ راح يصرخ. تخيلي أنت تتقلبين بالورق وانجرحتي، وراح أخ تأذيت، فبالتالي ملح يوقع على جرح مفتوح ما زال ينزف عنده مهما كان مستوى الجرح اللي عنده والفشل اللي هو مر به. فمن راح يوقع ملحك أو ملح أي إنسان ناجح على جرح هذا الشخص راح يصرخ. طيب شو راح يترجم هذه الصرخة؟ راح يترجمها على شكل تعليق سلبي بس حتى يصرخ أخ، أو راح يترجمها على شكل كلام بوجهي، أنت كذا، أنت كذا، أنت كذا، أو راح يترجم هذه الصرخة مع الألم اللي مر بيها بكلام ظهرك بس حتى يخفف، لأن الإنسان من يصرخ بالألم يخف عنده الألم شوية، يخف يهدى شايفة من يوجعنا شيء ونصرخ آخ راسي، فمن نصرخ يخف شوية الألم. هو نفس الشيء من دين تقهد ويجرح ويتكلم بظهرك وكلام سلبي بالعلن وبالخفاء وبالتعليقات وبالسلبية، ليش؟ حتى يصرخ، حتى يخف ألمه. طيب هل انه احنا معناته نبطل ننثر ملحنا، نبطل ننجح، نبطل ندرس، نبطل نعمل، نبطل ندخل علاقه ناجحه؟ اكيد لا، اكيد لا، ما راح اخلي جرحه يؤثر على نجاحي، لان الحياه محتاجه الى الملح، مالي ومالك ومال غيرنا، عليه ان يشفى، عليه ان يتابع ناس صح، يطلع من اللي هو بي من السلبيه اللي ويشفى، لان احنا هم كنا في يوم من الايام مجروحين وشوفينا وقدرنا ننجح وننثر ملحنا، المفروض هو ايضا ينجح حتى يشفى وينجح وينثر ملحه بدوره. وبالعكس الملح من يوقع على الجرح راح يفيده، راح يعقهم شويه، راح يخلي افضل. لذلك اليوم لا تتوقفين عن نثر ملح النجاح.